أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله تبارك وتعالى على سيدنا ونبينا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. صدق الله العظيم. ثم أما بعد، فدرسنا اليوم في شرح شائية السلوك إلى ملك الملوك بشيخنا الإمام الجعفري رضي الله تعالى عنه وارضاه، وقد وقفنا فيها عند قول الشيخ: وفي كل خلق في الوجود رقيقة يرق بها قلب رقى للحقيقة. هذا البيت بعد قوله رضي الله تعالى عنه: وقد خلق الله الأمور جميعها وأسبابها، والكل خلق بحكمته. ثم قال: وفي كل خلق في الوجود رقيقة يرق بها قلب رقى للحقيقة. قوله وفي كل خلق، أي وفي كل مخلوق خلقه الله تبارك وتعالى رقيقة. يقول الصوفية: الرقيقة المدد الواصل من الحق إلى العبد، يقال لها رقيقة النزول، أي تنزل في قلب العبد، المدد الواصل من الله تبارك وتعالى إلى قلب العبد، هذه رقيقة. وفي كل خلق في الوجود رقيقة. وأبو العتاهية له أبيات في هذا مشهورة: فوا عجبا كيف يعصى الإله، أم كيف يجحده الجاحد. وفي كل شيء له آية تدل على أنه الواحد، ولله في كل تحريكة وتسكينة أبدا شاهد. كان الشيخ رضي الله عنه يشير إلى هذا المعنى: فوا عجبا كيف يعصى الإله، أن كيف يجحده الجاحد. وفي كل شيء له آية تدل على أنه الواحد سبحانه وتعالى. وكما قال الحق: ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت، ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت. فهذه المخلوقات الذي ينظر إليها يعلم أن الله تعالى واحد، الذي أحسن كل شيء خلقه، الذي أحسن كل شيء خلقه. وكما قال: صنع الله الذي أتقن كل شيء. إذن ففي كل شيء مخلوق تنظر إليه يدلك على الله تبارك وتعالى،
وعلى أنه الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لا يشبهه أحد لا في الذات ولا في الصفات ولا في الأفعال سبحانه وتعالى. وفي كل خلق في الوجود رقيقة يرق بها قلب رقى للحقيقة وليس كل القلوب، كما قال الله: إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. فالرقيقة هي المدد الواصل من الحق إلى العبد، يقال لها رقيقة النزول، والوسيلة التي يتقرب بها العبد إلى الحقيقة من العلوم والأعمال والأخلاق السنية والمقامات الرقيقة يقال لها رقيقة الرجوع، الرجوع إلى الله، أو رقيقة الارتقاء. فكل وسيلة تعرفك إلى الله هو الذي خلقها سبحانه وتعالى من العلوم أو من الأعمال أو من الأخلاق، كل هذه المخلوقات خلقها الله تعالى كما قال: والله خلقكم وما تعملون سبحانه وتعالى. يرق بها قلب رقى للحقيقة. ثم يقول الشيخ: خفاء له هذا الظهور مترجم لمن كان ذا قلب وأذن سمعته، يرى كل شيء حيث لا شيء قبله، فقد كان والأشياء تحت المشيئة. خطاء له هذا الظهور مترجم، أي إن ذات الله تبارك وتعالى لا تدرك، لا تدرك، لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار، وهو اللطيف الخبير سبحانه وتعالى. لكن هذا الوجود وهذا الظهور يترجم عن هذا الخفاء، يترجم عن وجود الحق تبارك وتعالى وإن كنا لا نراه، لأنه سبحانه وتعالى لا يرى ولا تدركه الأبصار سبحانه وتعالى. ولذلك يقول الصوفية: حقائق أهل الحقائق أن الله تعالى غير مفقود فيطلب، ولا ذو غاية فيترك، لأن هذا من صفات المخلوقين، الذي يدرك هو المخلوق، لكن الخالق تعالى عن هذا الإدراك سبحانه وتعالى. خفاء له هذا الظهور مترجم. ولذلك ذكرنا قصة الإمام أبي حنيفة قبل ذلك مع الملحدين الذين ينكرون وجود الله عز وجل لأنهم لا يرون، فدائما الملحد لا يؤمن إلا بالمحسوسات الذي تقع عليها الحياة. أما الأمور اللطيفة والأمور الروحانية فهو لا يؤمن بها، فأراد أن يقنعهم بدليل حسي، فقال لهم: إن هناك أناسا يعتقدون أن سفينة تمشي في البحر وحدها من غير قائد يقودها، وتحمل البضاعة وحدها، وتفرغ وحدها،
وترجع وحدها من غير أن يقودها أحد أو أن يملأها أحد أو أن يفرغها أحد. فقالوا بصوت واحد: من قال هذا الكلام فهو مجنون. قال: شهدتم على أنفسكم، شهدتم على أنفسكم، أنتم لا تصدقون بالسفينة تسير وحدها وتشحن وحدها وتفرغ وحدها وتمشي وحدها من غير قائد يقود، فكيف بهذا الكون العظيم، كيف يسير من غير واحد يسيره سبحانه وتعالى؟ فآمنوا وأذعنوا بكلامه، لأنه كلام يدخل العقل ويلقم حجرا لا يستطيع أحد أن يجادل فيه أو يمارس. الشيخ بيقول: وفي كل شيء في الوجود رقيقة، أو وفي كل خلق في الوجود رقيقة يرق بها قلب رقى للحقيقة، خفاء له هذا الظهور مترجم. فذات المولى سبحانه وتعالى تعالت عن الإدراك، وكما قال سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه: العجز عن الإدراك إدراك، العجز عن الإدراك إدراك، والبحث عن ذات الله إشراك. يكفي أنه جعل لك هذا الكون دليلا عليه، وقال: الذي أحسن كل شيء خلقه، وقال: صنع الله الذي أتقن كل شيء، وقال: لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. يكفي هذا الايه؟ هذا الخلق. خفاء له هذا الظهور مترجم لمن كان ذا قلب وأذن سمعته، أي لأن، ولذلك الكافر وصف بأنه: بل لهم قلوب لا يفقهون به، ولهم أعين لا يبصرون به، ولهم آذان لا يسمعون به، أولئك كالأنعام بل هم أضل. يعني بعد أن شبههم بالأنعام أغرب عن هذا التشبيه. ليه؟ بل لأن الأنعام تعرف من يعرفها ومن يسقيها ومن يحسن إليها ومن يسيء إليها، أما هؤلاء الكفار فلم يعرفوا من هذا شيء، يخلقهم ويرزقهم ويطعمهم ويسقيهم ويكسوهم وينكرون إيه؟ وينكرون وجوده سبحانه وتعالى. ولذلك أضرب على التشبيه: بل هم أضل، أولئك هم الضالون. يرى كل شيء صاحب القلب وصاحب الأذن السميعة، بل يرى كل شيء حيث لا شيء قبله، فقد كان والأشياء تحت المشيئة سبحانه وتعالى. يعني طبعا المؤمن يعلم أن الله تعالى الأول فليس قبله شيء، والآخر فليس بعده شيء، والظاهر فليس فوقه شيء، والباطن فليس دونه شيء سبحانه وتعالى. يرى كل شيء حيث لا شيء قبله سبحانه وتعالى، يشير إلى الحديث: كان الله ولا شيء معه، كان الله ولم يكن شيء قبله، روايات في البخاري. العلماء قالوا: وهو الآن على ما عليه كان سبحانه وتعالى.
يرى كل شيء حيث لا شيء قبله، فقد كان والأشياء تحت المشيئة. هناك وقف للإمام علي كرم الله وجهه، وسئل الإمام علي: بما عرفت ربك؟ انظر إلى هذا الوصف، وصف العارفين. قال: عرفته بما عرفني به نفسه، لا يدرك بالحواس ولا يقاس بالقياس ولا يشبه بالناس، قريب في بعده بعيد في قربه سبحانه وتعالى، فوق كل شيء ولا يقال تحته شيء، وأمام كل شيء ولا يقال أمامه شيء، وهو في كل شيء لا كشيء في شيء. فسبحان من هو هكذا ولا يقال هكذا أحد سواه سبحانه وتعالى. انظر إلى كلام الإمام علي في وصف الحق تبارك وتعالى: عرفته بما عرفني به نفسه، قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. لأن هذه الآية طبعا أو هذه السورة نزلت لما طلب المشركون صفة الله، وقالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: صف لنا ربك، صف لنا ربك. قال: قل لهم يا رسول الله الله أحد، أي واحد في ذاته، واحد في صفاته، واحد في أفعاله، لا يشبهه أحد من خلقه. الله أحد، الله الصمد، ومعنى أحد أي ليس مركبا من أجزاء، لأن التركيب من أجزاء من صفة المخلوق وليس من صفة الخالق. أحد أي واحد في الذات، ليس مركبا من أجزاء، لأنه كما وصف نفسه: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وكما قال: ولا يحيطون به علما سبحانه وتعالى. لا يعرف الله إلا الله تبارك وتعالى، لا يدرك بالحواس كما قال الله: لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. لا يدرك بالحواس ولا يقاس بالقياس، لأن الذي يقاس بالقياس أي بالشبيه والنظير له إنما هو الحادث، هو الذي يشبه ويقال يشبه بكذا، يقاس بكذا، يقاس على كذا، لكن الله ليس هكذا سبحانه وتعالى. ولا يشبه بالناس، إذ من صفاته المخالفة للحوادث سبحانه وتعالى، من الصفات الواجبة لله المخالفة للحوادث سبحانه وتعالى. ولا يشبه بالناس، قريب في بعده، لأنه لا يدرك، وهو أقرب إلينا من حبل الوريد كما وصف نفسه: ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. حبل الوريد هذا في الرقبة، فالله تعالى قريب في بعده، قريب لكن لا يدرك، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا سبحانه وتعالى. بعيد في قربه سبحانه وتعالى،
أي إن الإنسان لا يستطيع أن يدرك الله تبارك وتعالى، فهذا أمر بعيد عليه مع أنه أقرب إليه من حبل الوريد سبحانه وتعالى، بعيد في قربه فوق كل شيء ولا يقال تحته شيء، لأنه منزه عن الفوقية الحسية، لأن الفوقية الحسية من صفات الأجسام، وهو القاهر فوق عباده، ليس فوقية حسية كما يصف بعض الجهلاء ويقول إن الله فوق الخلق. كيف يعني أنت أحط به علما حتى يكون فوق الخلق وهو القاهر فوق عباده سبحانه وتعالى؟ لكن ليس فوقية حسية، وإنما هي فوقية يعلمها هو، لا تفسر أنت ولا تؤول سبحانه وتعالى، لأنك لو فسرت أو أول جسمت وشبحت. فوق كل شيء ولا يقال تحته شيء، لأنك لو كنت تحته شيء شبهته بالخلق، فوق وتحت يبقى هو جسم كالأجسام. أمور مهمة وخطيرة، فوق كل شيء ولا يقال تحته شيء سبحانه وتعالى. وفي صحيح مسلم سئل صلى الله عليه وسلم أين كان الله قبل خلق الخلق، قال كان في عماء أو في غياء. إذن لا يعلم، لا يعلم، لا يعلم سبحانه وتعالى أين كان، قال في عماء أو في غياء، كل ده علشان ايه؟ ليس كمثله شيء، وعلشان ولا يحيطون به علما سبحانه وتعالى. قبل خلق جميع الخلائق طبعا لا يعلم الله الا الله تبارك وتعالى. وهو في كل شيء لا كشيء في شيء، يعني أنه سبحانه منزه عن الحلول والاتحاد والظرفية، تعالى الله أن يحل في شيء سبحانه وتعالى، وإلا فكيف يحل القديم في الحادث؟ لا، وإنما هو كما قال وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد، في كل شيء له أثر القدرة، تقول هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه، هذا خلق الله سبحانه وتعالى، كما قال سيدنا أبو بكر الصديق وهي كلمة مشهورة عنه، قال ما رأيت شيئا إلا ورأيت الله قبله أو فيه أو بعده، ما رأيت شيئا إلا ورأيت الله فيه أو قبله أو بعده، يعني من غير حلول ولا اتحاد، وإنما هو التذكر والتذكير والدلالة، وفي كل شيء له آية تدل على أنه الواحد سبحانه وتعالى. وهو في كل شيء لا كشيء في شيء سبحانه وتعالى. فسبحان من هو هكذا ولا يقال هكذا أحد سواه، يعني أن هذا الوصف لا يستحقه إلا الخالق الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ولذلك يقول أبو إسحاق
الإسرائيلي أجمع أهل الحق على أن جميع ما قاله المتكلمون في التوحيد يرجع إلى كلمتين: الأولى اعتقاد أن كل ما تصور في الأذهان فالله بخلافه، كل ما خطر بذلك فالله غير ذلك. هذا أول أمر يرجع إليه كلام المتكلمين. الأمر الثاني أن ذاته ليست مشبهة بذات أخرى ولا خالية عن صفات، ليست هناك ذات تشبه ذات الله تبارك وتعالى. وذاته ليست خالية عن صفات سبحانه وتعالى، فهو الموصوف بكل كمال وهو المنزه عن كل نقص سبحانه وتعالى. قال الشيخ الصوي المالكي رضي الله عنه: وناهيك بصورة الإخلاص دليلا، فإنها نفت أصول الكفر الثمانية: قل هو الله أحد، الكثرة، الكثرة بمعنى التركيب، الكثرة بمعنى التركيب، أي إن الله ليس مركبا من أجزاء، ذاته واحدة سبحانه لا يعلمها إلا هو. والعدد، والنقص بمعنى الاحتياج، والقلة بمعنى البساطة، والعلة أي ليس هو علة لغيره، والمعلول أي ليس معلولا لغيره، والشبيه والنظير. فالكثرة والعدد انتفاؤهما بقوله قل هو الله أحد سبحانه وتعالى، قل هو الله أحد أي ليس مركبا من أجزاء وليس متعددا، لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدت. والنقص بمعنى الاحتياج، فالصمد هو المقصود في الحوائج الذي يحتاج إليه غيره ولا يحتاج هو إلى أحد سبحانه وتعالى. نفت النقص ونفت القلة، والقلة هنا بمعنى البساطة، شيء قليل أي شيء بسيط، لا، إنما المولى سبحانه العظيم كما وصف نفسه وهو العلي العظيم. والنقص والقلة نفاها قوله الله الصمد سبحانه وتعالى. والعلة والمعلول نفاها قوله لم يلد ولم يولد، لم يلد ولم يولد أي ليس والدا لغيره ولا هو مولود لأحد سبحانه وتعالى، لم يلد ولم يولد. وليس ولم يكن له كفوا أحد نفت الشبيه والنظير، نفت الشبيه أي لا يشبهه أحد ولا يناظره أحد سبحانه وتعالى. بل والشبيه هو المشابه في أغلب الأحوال، والنظير
هو المشابه في أنبر الأحوال، والمثيل هو المشابه في كل الأحوال. فقوله ولم يكن له كفوا أحد نفت الشبيه والنظير والمثيل. ولذلك عدلت ثلث القرآن كما ثبت في البخاري، يعني من قرأها فكأنما قرأ ثلث القرآن، لأنها قامت بصفة المولى تبارك وتعالى بالوصف. ولذلك قال العلماء إن قل يا أيها الكافرون تنفي عن المسلم الشرك، وقل هو الله أحد تثبت في قلبه التوحيد. ولذلك من السنة أن تقرأ هاتان السورتان في تحية المسجد وفي صلاة الحاجة وفي صلاة الإحرام أو سنة الإحرام وفي سنة الطواف وفي سنة الفجر وفي سنة المغرب، كل ده في السنة، وفي سنة المغرب وفي سنة قضاء الحاجة. وقال بعضهم تقرآن في صلاة التسابيح وفي صلاة راس الضالة، تقرآن هاتان السورتان. وهذا معنى كلام الشيخ يرى كل شيء حيث لا شيء قبله، فقد كان والأشياء تحت المشيئة، أي كان الله ولم يكن شيء قبله، كان الله ولم يكن شيء معه، وهو الآن على ما عليه كان سبحانه وتعالى. إذن فبطل كلام المشبهة والمجسمة الذين يثبتون أن الله جالس على عرشه فوق السماء السابعة ويشيرون إليه بأيديهم وأصابعهم، سبحان الله. وعند آية وهو معكم أينما كنتم المذكورة في الحديث مع استواء على العرش يقول وهو معكم أي بعنايته ورعايته، سبحان الله. ما انت مش عارف في التأويل، لماذا تؤول الآية الثانية او جزء الآية وتؤول ولا تؤول الآية الاولى، وتعتقد ان الله جالس على العرش بذاته والكرسي موضع قدمه؟ ان هذا لهو الضلال المبين، سبحان الله. ولم يكن من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا القول إطلاقا إطلاقا. لسه احنا بنقول لا يعلم الله إلا الله، أنت علمته الآن وعلمت مكانك وأشرت إليه، كيف يعني؟ لا يشار إلا للمحدد المخلوق، هو الذي يشار إليه، زي ما قال الإمام علي رضي الله عنه قال من أشار إليه فقد حده، أي حدده، ومن حده فقد عده، أي عده جسما وشخصا، ومن عده فقد أخلى منه، أي يوجد في مكان ولا يوجد في مكان. والضلال لما يقول لك طب يعني هو في دورة المياه، يعني هو في بطن الخنزير، انظر إلى سوء الأدب مع الله، الكلام الذي يكاد يكون كفرا والعياذ بالله تعالى إن لم يقل له تأويل في قلب صاحبه. حد قال لك هو فين؟ هو فين؟ ده ربنا اللي بيقول ليس كمثله شيء، وقال ولا يحيطون به علما، بس
وسيدك الصديق رضي الله عنه قال لا يعلم الله إلا الله، وترك الإدراك إدراك والبحث عن ذات الله إشراك. أنت تعبد الله لا تعبد صنما محددا. سبحان الله. كان الله، هو وصف نفسه هكذا على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان الله ولم يكن شيء قبله. العرش ده مخلوق خلقه الله. انا لو سألتك سؤالا اين كان الله قبل خلق العرش، مش تعرف ترد، هتقول الله اعلم. والاجابة هي هي قبل العرش وبعد العرش الله اعلم. طب معنى الآية لا نعلمها برضه، الرحمن على العرش استوى، هو يعلمها كما وصف نفسه سبحانه وتعالى. وكما قال الإمام علي كرم الله وجهه، الإمام أحمد بن حنبل إمام أهل السنة قال الآيات المتشابهات صناديق مقفلة واعتقادها تلاوتها. ولذلك أهل السنة والجماعة قالوا الآيات المتشابهات يمرها العبد على عقله من غير تفكير فيها، يقرأها وكما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم وكما فعل الصحابة لا يسأل عنها ولا يفكر في معناها. تفكروا في الخلق ولا تفكروا في الخالق فإنه لا تحيط به الفكرة، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، ولا يحيطون به علمه سبحانه وتعالى. هذه عقيدة أهل السنة التي يعترض عليها المتنطعون ويكثرون أصحابها. سبحان الله سبحان الله. عقيدة السلف الصالح من الصحابة ومن رسول الله قبلهم صلى الله عليه وسلم ومن التابعين وسادة التابعين وهؤلاء الأسناد الذين جاءوا في آخر الزمان والعياذ بالله يجسمون الله تعالى ويقسمونه أجزاء ويقول له يد لا كالأيد، له وجه لا كالوجوه. هذا تناقض، كأنك تقول علي قائم وليس بقائم، علي جالس وليس بجالس. أين عقلك؟ فكر ماذا تقول أنت، كيف تقول هذا؟ لا إله إلا الله. يرى كل شيء حيث لا شيء قبله، فقد كان والأشياء تحت المشيئة. ثم قال الشيخ أخاطب حسي تارة فيمدني بأسرار قلب في صفاء وصفوة. انتقل الشيخ إلى حال أخرى وهي مناجاة الحق ودعاؤه سبحانه وتعالى. أخاطب حبي أي محبوبي، أخاطب حبي تارة فيمدني بأسرار قلب في صفاء وصفوة. يقول العلماء السر لطيفة مودعة في القلب، السر لطيفة مودعة في القلب، ليس أمرا حسيا إنما هو أمر من الروحانيات والوجدانيات. السر لطيفة مودعة في القلب كالروح في البدن. الروح موجودة في البدن لكن لا يدركها الإنسان، فالسر كذلك مودع في القلب لكن لا يدركه العبد وإنما يحس به في قلبه.
ولا يدخل السر في القلب إلا بعد الصفاء، في صفاء وصفاء، بعد الصفاء من القدرات، من القدرات البشرية. لأن طبعا القلب محل السر ومحل نظر الله تبارك وتعالى، كما ورد في صحيح مسلم من قوله عليه الصلاة والسلام: إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. فهو محل نظر الله تبارك وتعالى. من الذي يودع السر فيه؟ هو الله سبحانه وتعالى. لطيفة مودعة في القلب كالروح في البدن. قال: والسر محل المشاهدة، كما أن الروح محل المحبة والقلب محل المعرفة. إذا كان موطن السر هو القلب فهو محل المشاهدة، يعني المؤمن يشهد الله تعالى بقلبه لا بنظره، تعالى الله عن ذلك. ولكن هذا لا يدرك إلا بالصفاء من القدرات البشرية. فالذنب مثلا يكدر القلب وينكت فيه نكتة سوداء عندما يرتكب العبد الذنب. ولذلك الصوفية جعلوا الذكرى والاستغفار للصفاء، لصفاء القلب من هذه القدرات. وهذا الأثر الذي يؤثر فيه بأسرار قلب في صفاء وصفوة. بل فيسمعني النشوان من حال سكره، فيهدى بقولي للديان القريب. طبعا الشيخ يخاطب العارفين، أو يعني بكلامه العارفين الذين يدركون هذه المعاني الروحانية الوجدانية. أخاطب حبي تارة فيمدني بأسرار قلب في صفاء وصفوتي، فيسمعني النشوان من حان سكره. يعني حينما ينادي الحق سبحانه وتعالى بالملاجاة اللائقة به التي تدل على العشق والمحبة والصفاء في قلب الإيه؟ في قلب هذا الولهان الذي يخاطب المولى خطاب العاشقين المحبين. من الذي يعرف هذا الخطاب ومن يسمعه؟ إنما هو الذي أصيب بنشوة المحبة وسكرها. فيسمع للنشوان من حان سكره. ولذلك يقولون هناك سكر معنوي وسكر حسي. السكر المعنوي قالوا هو غلبة نور الشهود، غلبة نور الشهود على القلب فلا يدري بمن حوله. لكن السكر الطبيعي والعياذ بالله، هذا قال هو غلبة ظلمة الطبيعة. الذي يشرب الخمر أو المسكرات تقلب عليه ظلمة الطبع، لا يدري أيضا بمن حوله. وفرق بين هذا السكر وهذا السكر. طبعا هذا في أعلى عليين وهذا في أسفل سافلين. هذا ظلمة الطبع غيبت القلب عن الإدراك فصار سكران. ولذلك السكران
بالخمر والمسكرات يجلس في وسط العتم وهو منبسط، يقول أنا كذا ملك، أنا كذا رسول، والعياذ بالله لظلمة الطبيعة سيطرت عليه. لكن السكر المعنوي غلب جنون الشهود، ولذلك الفقهاء يقولون من سكر في حب الله لا ينتقض وضوء، بخلاف الذي يذكر السكر الحسي المعروف، يعني الذي يشرب الخمر ويغيب عقله انتقض ايه وضوءه. لكن العارف اذا ذكر الله تعالى ونادى الله تعالى وغاب عن من حوله ثم صعى كان وضوءه صحيحا. لان الذي يغلب عليه نور الشهود لا ينتقض وضوءه ولا يخرج منه ما يتناسى مع هذا النور. لكن دوكا ممكن يعملها، ها يبول ويتبرز على نفسه وهو مبسوط، وهو لا يدري، لا ينبسط. مش احيانا يبول على الناس، يبول على اصحابه، وممكن يشرب بوله والعياذ بالله، غاب عقله، فهو والبهيمة سواء. فيسمعني من أشوان ومن حال سكره فيهدى بقولي للديار القريبة. طبعا الديار القريبة هي ديار المولى تبارك وتعالى، يعني كناية عن القرب من الله تبارك وتعالى، الهداية والقرب من الحق سبحانه وتعالى. فيسمعني النشوان من حال سكره فيهدى بقولي للديار البعيدة. قال وما كانت الأكوان إلا رسائلا إليك لتهدى بعد جهل وغفلة. رجع الشيخ إلى التفكر مرة أخرى في الأكوان وفي مخلوقات الحق تبارك وتعالى، وهذه سنة قرآنية كما قال الله عز وجل إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. ومن ثم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كما ثبت في البخاري إذا قام من الليل قرأ العشر آيات من آخر سورة آل عمران، من أول قوله إن في خلق السماوات والأرض إلى يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. كل ليلة إذا قام صلى الله عليه وسلم من نومه قرأ هذه الآيات قبل أن يصلي عليه الصلاة والسلام، ثم يقول ويل لمن لاكها ولم يتفكر فيها، يعني ويل لمن قرأها ولم يتدبرها. ويل لمن لاكها ولم يتفكر فيها. وما كانت الأكوان، كل الأكوان، وما كانت الأكوان إلا رسائلا. ولذلك يقول العلماء القرآن كتاب الله المقروء والكون كتاب الله المنظور.
فكما أن القرآن رسائل، رسائل إلى العباد، كذلك الكون رسائل أيضا، رسائل تهديك إلى الله تبارك وتعالى. إن اختلاف الليل والنهار وما خلق الله في السماوات والأرض لآيات لقوم يتقون في سورة يونس. خلي بالك، هذا من صفات المتقين ومن صفات أولي الألباب الذين ينتفعون برسائل المولى تبارك وتعالى في كتاب الله المقروء أو في كتاب الله المنظور. ولذلك سيدنا الحسن البصري رضي الله عنه كان يقول: إن من كان قبلكم، يعني الصحابة لأنه من التابعين، إن من كان قبلكم رأوا القرآن رسائل إليهم من ربهم فكانوا يتدبرونها آناء الليل وأطراف النهار، يعني يكثرون إيه؟ يكثرون النظر فيها، في هذه الرسائل، الرسائل الآتية من الحق سبحانه وتعالى للخلق، رسائل في القرآن. شوف: فاقصص القصص لعلهم يتفكرون، لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك، كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. هكذا هكذا كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فطبعا التفكر والتدبر يخرج الإنسان من الجهل إلى العلم، ومن الغفلة إلى اليقظة. وما كانت الأكوان إلا رسائلا إليك. رسائل من؟ من الخالق الذي خلق. لتهدى، لتهدى إلى الصراط المستقيم بعد الجهل والغفلة. فالذي يخرج العبد من جهله وغفلته تفكره وتدبره في رسائل المولى تبارك وتعالى، الرسائل الكونية والرسائل القرآنية. وبذلك يخرج من هذه الغفلة التي غلفت قلبه وقسى بها قلبه والعياذ بالله. ثم يقول الشيخ: أما آن أن تهدى إليه بفعله كما هدي الساري بضوء الفتيلة. انظر إلى كلام الشيخ. الشيخ طبعا يوجهك إلى التفكر والتدبر في الآيات الكونية، ثم يقول لك: أما آن أن تهدى إليه بفعله سبحانه وتعالى كما هدي الساري بضوء الفتيلة، يعني كثرة التدبر والتفكر في أفعال المولى ومخلوقاته سبحانه وتعالى تنير القلب، تنير القلب وتجعل فيه فتيلة تضيء فيه بدلا من السواد والظلمة الموجودة فيه. خلي بالك، يعني عبادة التفكر هذه عبادة جليلة، وحث عليه القرآن في آيات كثيرة.
ولذلك دائما إن في ذلك الآيات لقوم يتفكرون، فاقصص القصص لعلهم يتفكرون، لأن التفكر هذا يؤدي إلى العلم اليقيني بالله تبارك وتعالى. ولذلك الشيخ يقول: أما آن أن تهدى إليه بفعله كما هدي الساري بضوء الفتيلة، يعني كالذي يمسك السراج، السراج المسرج مش المطفي، لا سراج مبين. فهذا التفكر يضع في قلبك نورا تهتدي به إلى الله تبارك وتعالى سبحانه وتعالى. ولذلك الغافل لا يفكر ولا يتفكر، لا يفكر ولا يتفكر. القرآن قال: وفي أنفسكم أفلا تبصرون، يعني تنظر في الكون وتنظر في نفسك، ما هو كله ايه؟ كله من فعل الله، والله خلقكم وما تعملون سبحانه وتعالى. الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل سبحانه وتعالى. سبحانه وتعالى. قال: ولأن التفكر يورث الشوق في القلب، الشوق إلى الله تبارك وتعالى. التفكر عند العارفين يولد الشوق في القلب، الشوق اللي هو يعني هيجان القلب للقاء الحق سبحانه وتعالى، وعند ذكره أيضا يهيج القلب، قلب الايه؟ العارف المتفكر. ولذلك يقول العارفون: الشوق في القلب كالفتيلة في المصباح، الشوق في القلب كالفتيلة في المصباح، الشوق والاشتياق إلى الله تبارك وتعالى. وهذا لا يكون إلا من العارف الذي يفكر في مخلوقات الله تبارك وتعالى، يحصل عنده نوع من الحب والتعلق والشوق إلى الله سبحانه وتعالى. قال: وما هذه الأكوان إلا ستائل وأفعاله نور لكل سرية. وما هذه الأكوان، أي الذي خلقها الحق تبارك وتعالى من السماوات والأرض والجبال والبحار والأشجار والنباتات، كل الأكوان وكل العوالم، ما هي إلا فتائل كفتيلة المصباح التي تكون سببا في النور. وأفعال إلا فتائل، وأفعاله نور لكل سرية، لكل من أراد أن يسير إلى الله تبارك وتعالى، فعليه بالنظر في كون الله تبارك وتعالى. يعني انظر إلى كلمة الإمام الشافعي رضي الله عنه، طبعا إن لم يكن العلماء رضي الله عنهم هم العارفين فليس لله عارف على وجه الأرض، كما قال هو رضي الله عنه. سئل: بما عرفت الله؟ شوف الدلائل، يقول: عرفته بورقة التوت، بورقة التوت يأكلها الدود فيخرج حريرا، ويأكلها النحل فيخرج عسلا، أو هي بشجرة التوت ذاتها، يعني بشجرة التوت يأكل منها الدود فيخرج حريرا، ويأكل منها
النحل فيخرج عسلا ويأكل منها الغزال فيخرج مسكا ويأكل منها البعير فيخرج بعرا والشجرة هي هي. أنا بريد فكرة من فكر العلماء العارفين يعني كيف ينظرون في الكون وكيف يستنتجون من أفعال الله تبارك وتعالى ما يجعلهم يحبون الله تبارك وتعالى ويتعشقونه سبحانه وتعالى. يعني من شجرة واحدة يخرج الحرير ويخرج العسل ويخرج المسك ويخرج البعر. سبحان الله. كما قال في النبات صنوان وغير صنوان يسقى بماء واحد. يعني الزهر والخضروات انظر الى الالوان والاشكال والطعوم المختلفة والماء واحد والارض واحدة لكن انظر تلاقي مثلا هل الباذنجان يشبه التفاح او الموز يشبه الخيار طبعا لا او الطماطم زي الكمثرى لكن كله خارج من ايه من الارض وهكذا. ولذلك تجد اكثر العارفين في المغرب او في المشرق او في اي مكان من الارض يسكنون على سواحل البحار اكثر العارفين واكثر خلواتهم اما في الجبل واما على ساحل البحر وذلك ليكون هناك متسع من التفكر الموصل الى الله تبارك وتعالى. هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا انما هو اله واحد وليذكر اولو الالباب. مش اي حد يتذكر لا اولو الالباب. وتلك الامثال نضربها للناس وما يعقلها الا العالمون فالجاهل لا يدرك من هذا شيئا. وما هذه الاكوان الا تتابل وافعاله نور لكل سريه سبحانه وتعالى. لكن صاحب القلب الغافل كالمشرك والمجرم لا يدرك ايضا من هذه المعاني شيئا اذ انه لا قلب له. ان في ذلك لذكرى لمن كان له قلب وهذا لا قلب له. ولذلك قال عنه القران وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون. بل وتبصرها بالقلب لا بنواظر فهل انت راء بعد صفو وفكره. برضو النظر في الكون وفي افعال الله تبارك وتعالى. وتبصرها بالقلب لا بنواظر لان الله قال عن الكافر الغافل ولهم اعين لا يبصرون بها لكن المؤمن لا له عين باصرة مبصرة وله بصيرة نافذة. يبقى اذا هو مستنير البصر ومستنير البصيرة نور الله بصره وبصيرته. لكن الكافر حتى وان كانت عينه يعني واسعة كالحلق هذا لكن ربنا قال عليه وتراهم ينظرون اليك
وهم لا يبصرون وهم لا يبصرون. ولذلك احد تلاميذ ابي يزيد البغطاني كان جالسا بجوار قبره فزار بعض الناس قبر ابي يزيد رضي الله عنه البغطاني فسأله قال هل سمعت شيئا من كلام ابي يزيد رضي الله عنه؟ قال سمعته يقول من رآني لا تمسه النار. فقال له الرجل تلميذ ابي يزيد كيف وقد رأى ابو لهب رسول الله صلى الله عليه وسلم وتمسه النار؟ انظر الى تلاميذ العارفين. قال له ان ابا لهب لم ير النبي صلى الله عليه وسلم وانما راى يتيم ابي طالب، يعني نظر اليه بعينيه الاحتقار، فراه يتيم ابي طالب لا يستحق النبوه، ومن ثم لم ينتفع به. وتراهم ينظرون اليك وهم لا يبصرون، قدام عينه زي الحلقه شايف كل حاجه، لكن فانها لا تعمى الابصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور، هكذا قال الحق سبحانه وتعالى. وتبصر هذا القلب لا بالنواظر، يعني لا بالاعين، يعني هذه الافعال التي تعرفك على الله، وهذه المخلوقات التي تدلك على الله، تبصرها ايه؟ بالقلب لا بالنواظر، يعني لا بالاعين البصر، وانما هي بالبصيرة النافذة. طبعا البصيرة النافذة دي يعني بترى الى ابعد الحدود، مش حاجه طبعا تقف امامها. البصيره طبعا لما تصفو وتنجلي كالمراه ترى، شوف زي ما عمل سيدنا عمر رضي الله عنه من المدينه الى نهاوند في بلاد فارس. شوف البصيره راحت فين رضي الله عنه، لما البصيرة انجلت عند الفاروق رضي الله عنه وافق الوحي في 28 موضع سيدنا عمر رضي الله عنه، عشان صاحب ايه؟ بصيرة نافذة محدثة وملهمة. وتبصرها بالقلب لا بنواظر، فهل أنت رائم بعد صفو وفكرتي؟ يبقى إذا لابد من الصفاء مع التفكر، يعني لن تنجلي البصيرة إلا بعد الصفاء من الكدر وجلاء القلب من الذنوب أولا بأول. ودي فائدة إيه؟ فائدة ذكر الله تعالى والأوراد والمحافظة عليها، ينجلي القلب لأنك لا تترك نكتة سوداء تطمس القلب، وإلا فلو غفلت عن الذكر تتابعت النكت السوداء على القلب حتى إيه؟ صار مظلما قاسيا. الشرط الأول الصفاء، الشرط الثاني الفكرة والتفكر. التفكر في إيه؟ في الرسائل الكونية والرسائل القرآنية حتى ينتفع. فهل أنت رائم بعد صفو وفكرته بآثاره
عنه لقد صرت مشغفا، وما جاءت الآثار إلا لحكمته. كل ملك شيخ رضي الله عنه يوضح هذا توضيح بعد توضيح بآثاره عنه لقد صرت مشغفا، أي صرت محبا. طبعا إيه؟ لأنك حينما تتفكر في آلاء الله ونعم الله لابد أن تحب الله تبارك وتعالى. وقد قال الشيخ أبو حمد الغزالي رضي الله عنه قال النعم من أسباب المحبة، النعم من أسباب المحبة. وقد قال الله تعالى وما بكم من نعمة فمن الله وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. لكن من الذي يعدد هذه النعم؟ المتفكر الذي يفكر ويتفكر وينظر إلى هذه الأكوان وهذه النعم، لأن هذا الكون كله خادم لك، كما قال وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه. وسخر لكم لتركبوا على ظهوره، لتستووا على ظهوره، ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه وتقولوا سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون، وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون. لمين؟ ليأكلوا من ثمره وما عملتها أيديهم أفلا يشكرون. يعني الواجب عليهم ايه؟ الشكر. لكن اذا فهذا الكون حينما تفكر انت فيه وفيما سخره الله لك منه احببته، واذا احببته عبدته وتقربت اليه وشكرته ولزمت الشكر. لكن برضو القلب الغافل المكدر بالمعاصي لا يصل الى هذا النوع. خلي بالك اللي بيتكلم عنه الشيخ بآثاره عنه لقد صرت مشغفا، اي مشغفا بحبه. والشغف وان يمس الحب شغاف القلوب ويمتلئ بها. وما جاءت الآثار إلا لحكمته، يعني هذه الآثار آثار المولى الدالة على وجوده سبحانه وتعالى في الكون تعرفك عليه سبحانه وتعالى وتجعلك محبا له متصلا به عن طريق شكره وعبادته. بآثاره عنه لقد صرت مشغفا. لكن الشيخ قد يكون هو يعني بيلفت النظر إلى من ينشغل بالأكوان عن الله، ينشغل بالأكوان يحب النعم ويحب الأكوان ويشغل بها عن الايه؟ عن المولى تبارك وتعالى. لأن الشيخ بيقول بآثاره عنه لقد صرت ايه؟ مشرفا، أي صرت محبا للأكوان عنه سبحانه وتعالى. ولكن وما جاءت الآثار إلا لحكمته، يعني الآثار جاءت لتعرفك عليه ولتجعلك محبا له. لكن أنت عكست القضية فشغلت بنعمه
عنه سبحانه وتعالى. يبقى شغلت بالنعم عن المنعم، والمفترض أن تكون محبا له سبحانه، أن هذه النعم تكون سببا في محبتك له، لا أن تكون حجابا بينك وبينه. لأن المؤمن يحب الله تبارك وتعالى، يحب المنعم سبحانه وتعالى، وما بكم من نعمة فمن الله. ولذلك إيه؟ ليأكلوا من ثمره وما عليه أيديهم أفلا يشكرون. لكن المشكلة عادي أن العبد يحب المال حبا جما فينشغل به عن المولى تبارك وتعالى كما ترى. يعني من أجل المال يعصي الله تبارك وتعالى بسبب حب المال الذي ملك عليه أقطاره بآثاره عنه لقد صرت مشغفا وما جاءت الآثار إلا لحكمة. والحكمة شرحها الشيخ رضي الله تعالى عنه. بعدين قال مظاهر أقدار، هيختم طبعا الكلام عن هذا الموضوع الشيخ بقوله إيه؟ مظاهر أقدار بدائع مبدع لتنبيك عن غيب بآثار قدرته. تلخيص لكل ما مضى، مظاهر أقدار يعني كل ما في الكون هو من مظهر قدرته تبارك وتعالى. بدائع مبدع، لأن هذه الأفعال لا يستطيع أحد أن يفعل مثلها. يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه، ضعف الطالب والمطلوب. فإذا البديع هو الذي يوجد الشيء على غير مثال سبق. فأنت تنظر في الكون، هل يستطيع أحد أن يعمل مثل هذه الشجرة القريبة إطلاقا ولا ورقة منها؟ المولى ضرب مثلا بالبعوضة، البعوضة يعني لا ترى بالعين إلا بصعوبة، لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له. لأن المشركين كانوا يلطخون الأصنام بالحلوى، عاملينها تاكل، فكان الذباب يجي ياكل الحلوى من على رأس الصنم يلحسها ما يخليش حاجة. طب يا اخوانا دول مش قادرين يمشوا الطير، الصنم ما قادر يعمل كده حتى. وان يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذون، واحد ما قادرش يمشي الطير على نفسه بيلاك ايه؟ اين عقولكم العجلة؟ سبحان الله العظيم. شوف ربنا ذكر بالمسح ازاي سبحانه وتعالى. وان يسلبهم الذباب شيئا، يعني قال لهم ما يقدروش، يعني ما يقدروش يخلقوا بعوض، وكمان لو البعوض خد لهم حاجه ما يقدروش حتى يهشوا. شوف الاقناع، شوف الاقناع سبحان الله. تفكر في القران عجيب، يعني واذا تليت عليهم اياته زادتهم ايمانا. هذه هي الرسائل، رسائل الحكمة، مظاهر أقدار بدائع مبدعين. يعني شوف المولى هو البديع، يتحدى بأي مخلوق من مخلوقاته أن يخلق أحد مثله إطلاقا. قال لتنبيك عن غيب بآثار قدرته،
أي تنبيك عنه سبحانه وتعالى، وهو الغيب المغيب عنك الذي لا تراه سبحانه وتعالى، لتنبيك عن غيبه بآثار قدرته، آثاره سبحانه تدل عليه، وفي كل شيء له آية تدل على أنه الواحد، ولله في كل تحريكة وتسكينة أبدا شاهد، شاهد عليه، على أنه الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد سبحانه وتعالى. هذا هو ما يريده الشيخ من هذه الأبيات، وهو إيه؟ جلاء البصر والبصيرة بالصفاء والتفكر في مخلوقات الله تبارك وتعالى. وهذا باب من أعظم الأبواب في الوصول إلى الله تبارك وتعالى. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يرزقنا علما وعملا، وأن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. لا إله إلا الله.